السلام عليكم الاخوان. حنا كنتواجدوا دابا في شاطئ تلايسف. حنا كما كتشوفوا دابا هذا هو حال شاطئ تلايسف، احتلال كلي للملك العام. هانتوما كي كتشوفوا احتلال بكل ما تحمله الكلمه من معنى، احتلال للشاطئ بالكامل بدون اي تدخل وبدون اي محاسبه. فوضى عارمة جدا. ها انتم كي كتشوفوا انسان اخر جاي يعوم ما يقدر ما يلقى فين غيجلس. يعني هذا ظلم حق الساكنه ديال الحسيمه، ظلم بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ها انتم كي كتشوفوا احتلال كلي. حنايا كنطالبوا من المسؤولين يدخلوا في هذه الكارثه باش نشوفوا واش هاد الشيء عنده شي حل ولا ما عندوش. حبيبي